السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله صباحكم بكل رضا وسرور، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبونه في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حديثنا اليوم وموضوعنا اليوم عن الوسواس، قالها أبو صالح الله يجزاه خير، وما يجتهد فيه الشيطان على ابن آدم من وساوس، وكيف التغلب عليها، وكيف معرفتها، وكيف علاجها. فاليوم معنا ضيف يعني جاءنا بهذا الموضوع الجميل حتى يفيد المجتمع، يعني وكم نحن في حاجة. كثير من الناس قد يغلبهم الوسواس، ولكن نحن نجتهد في هذا البرنامج أن نأتي بشيء مفيد للمشاهد. ومع ضيوفنا الأفاضل، معنا اليوم مصلط أبو بجاد، ومعنا الشيخ علي العلي اللي راح يثري الحلقة عن هذا الموضوع، ومعنا الآباء أبو سليمان أبو صالح أبو نايف أبو إبراهيم، بغيت أنسى أبو إبراهيم فحلقة إن شاء الله مميزة. طبعا الكرعاني هذا إما جانا اليوم صراحة بنفك عليها أبو علي، مع أنه بعد أبو علي ما جاء أمس وعدنا وبيجي، واليوم ما ندري عنه الكرعاني هذا. فنقول لجمهور الكرعاني ترى شوفوا رفيجكم، ما عدنا ندخل هاي والله شوفوا وضع يا اخوي، لكن ان شاء الله ان شاء الله انه في الطريق ان شاء الله. الغايب عذرهما. اي نعم، حي الله ابو سليمان. يا لبيه. يا هلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. الله جميع اوقاتكم بالخيرات والمسرات.